نخش في اوكلاند سيتي ونشوف مع حضراتكم محضر لنا ايه اوكلاند سيتي على الجانب، خلينا على الجانب التكتيكي. مدرب صغير في السن، كنت لسه بتقول لي احمد مدرب صغير في السن، ايه الاسلوب التكتيكي او ايه الفكر الخططي لهذا المدرب من خلال ادارته للمباريات السابقه؟ هو بيلعب بال 4 3 3 اللي هي لو استعرضنا التشكيل مع بعض على الشاشه دايما، هو ده طبعا فريق اوكلاند، ده الفريق طبعا، ده الفريق بالكامل في استعدادهم بعد حصولهم على البطوله واستعدادهم للمونديال. يمكن هو المدرب ريرا الاسباني بيلعب دايما بال 4 3 3، هو طبعا مع الفارق هناك الكوره او المنافسين سهلين، يعني المنافسين مش بنفس القوه طبعا بتاعه النادي الاهلي، فكورتهم بيلعبوا كره منظمه، ممتازين جدا في الضغط، كابتن هاني وكابتن اسلام في الضغط بتاعهم ممتاز جدا، ضغط الجماعي بالنسبه للفريق، الضغط الجماعي تحضير الهجمه ممتازين فيه، لكن عندهم مشاكل دفاع هنتكلم فيها. الاول نستعرض التشكيل، بيلعبوا بال 4 3 3 في حراسه المرمى كنور قدامنا، لو نستعرض التشكيل اهو رقم واحد الباك اليرايت فالي، الاثنين المساكين ادم ميتشل وسام ايواتا، ده ياباني الباك ليفت رقم 22، جيرارد جاريكا ده نحط عليه دايره رقم 8 اللي هو اللعيب الاسباني، هو اللي دايما بينزل يستلم ما بين الاثنين المساكين في البيلد اب بتاعهم، وده مهم جدا ان احنا لازم هنعمل رقم 8 لازم نعمل عليه بكره ضغط عالي عشان تمنعهم من بناء الهجمه. الاثنين اللي جنبه المساندين هويسون اللي هو الكابتن القائد، وليه ده اللي هو نيوزيلندي كوري، يبقى في واحد كوري وواحد ياباني وواحد اسباني في الفرقه. الثلاثه اللي قدام دول بيمثلوا قوه ضربه طبعا، مانيكام رقم 10 اللي هو ابو شعر طويل ده لعيب حريف جدا، جيليون رقم 19، وريان ديفرايز المهاجم رقم 11. لو نجيب بقى صوره الثلاثه اللي قدام دول معانا برده عشان نعرف الساده المشاهدين بيهم وشكلهم عامل ازاي وارقامهم ايه. اول واحد جيليون اللي هو الجناح اليمين، ده مواليد 2002 من نيوزيلندا، رقم اللاعب 19، ده اللي هيبقى ناحيه علي معلول اللي هو جيليون الجناح اليمين بتاعهم. طب انا سؤال، هو هل هو اشول يعني لاعب من الاجنحه اللي بيخش على جوه؟ بيخش على جوه دايما. أوكي. فهو من اللعيبه عندهم الجناحين كويسين جدا والمهاجم، فعندهم التحولات بتاعتهم والقوه البدنيه كويسين والضغط بتاعهم والبدني بتاعهم كويس، لكن المشاكل الدفاعيه اللي هنتكلم عليها دي اللي نقدر نستغلها. لعيب كمان صغير في السن يعني، مواليد 2002. كمل اللعيب الثاني، ده اهم لعيب بقى اللي قدامنا على الشاشه، ده ديلان مانيكام اللي هو رقم 10 الجناح الايسر، مواليد 1992 من نيوزيلندا، ده اللي هيلعب ناحيه مفروض محمد هاني او خالد عبد اي باك رايت عندنا، يعني ناحيه الباك اليمين بتاعنا اللي هو ديلان مانيكام، ده اهم لعيب في الفرقه عندهم وسريع وده مصدر خطوره الفرقه في التحولات. عندهم جريجا الاسباني رقم 8 ومانيكام، الاثنين دول مهم جدا. طيب انت خطورته، هل خطورته يعني دايما الجناح تبقى خطورته، هل بتبقى من مهاره فرديه قادر على المراوغه والدخول لجوه هو، ولا المتابعه بيبقى سترايكر تاني مع راس الحربه يعني خطورته حل فردي؟ هات التحولات، لو يجيبوا لنا بس الحالات في التحولات هنبص على خطوره مانيكام، ده اخطر واحد فيهم في التحولات معانا ليه في الحالات البيرو، هنلاقي ان مانيكام ده واحد من اهم اللعيبه في التحولات هو وجريكا، يبقى عنده سرعات، عنده ومهاري حريف، هو يعتبر انا بشوفه احسن واحد في الفرقه، هو وجريكا الاثنين احسن اثنين بصراحه. مانيكام لعيب مهاري، واللعيب الثاني جيليون برده لعيب صغير في السن بيتحرك في ظهر معلول، ادي مانيكام اهو ده اللي معاه الكوره، هو دايما عندهم زياده عدديه دايما في التحولات، السرعه هم بكره انا اتوقع ان هم هيلعبوا دفاع منطقه، هيقفلوا وهيضيقوا المساحات وهيلعبوا على الهجمات المرتده لانهم يعني منتزين. هيلعب تقريبا نص ملعب او ثلثين ملعب ويستغل السرعات والتحولات. هنا اللي معاه الكوره ده جريكا اللي هو بيبني الهجمه، ودي التحولات، بص هنا برده مين رقم 10 اللي هو مانيكام بيجري على طول في الهجمه المرتده بتاعتهم، اي على فكره كان مطرود منهم واحد في الماتش ده. اوكي. فكان مانيكام برده هو اللي بيكمل، هو رقم 10 دايما بيخش لجوه تحس ان هو صانع بس الحال. هنا سايبين يعني الصوره اللي فاتت يا شباب لو سمحتوا معلش مره ثانيه، الصوره اللي فاتت الفرقه الثانيه سايبه مساحه يعني بص كانوا عايزين يتعادلوا عشان الدقيقه 87. ما هو ده قصدي بالظبط، وكانوا عايزين يتعادلوا عشان الدقيقه 87. صحيح برده ممكن ماشي، فكانوا فاتحين اكتر. هنا مانيكام برده بيتحرك في ظهر المدافعين بشكل كويس. كمل. اوكي اللي بعدها كان بيحب يستلم في المساحه، بيستلم هنا جيليون بيلعب للمهاجم، المهاجم دي فرايز برضو هنا واضح ان المساحات طبعا ان شاء الله الحاجات دي مش هتبقى موجوده عند النادي الاهلي، والتمركز الدفاعي للفريق الثاني طبعا بيساعدهم على اللي هم يوصلوا بشكل سهل. اهم حاجه عندهم الضغط، هات بقى عمليه الضغط البدني، الضغط العالي بتاعهم ممتازين في الضغط، دي احسن ميزه بشوفها في فريق اوكلاند سيتي، القوه البدنيه والضغط بتاعهم. طب يضغطوا ضغط عالي من 2006 كده
2006 كانوا بيضغطوا ضغط نفس أمامي. نفس ضغط امامي برضه. ارجع للصوره اللي قبلها، ارجع هنا الصوره اللي قبلها، هتلاقي الباك ليفت ومع بوجعر اللي هو المانيكام اللي هو الجناح، فبص الضغط المنظم بتاعهم بيغلطوك. فانت هنا ممكن بكره لازم الثلاثه اللي في وسط الملعب يخلوا بالهم، ومع الاثنين المساكين لازم نخلي بالنا من عمليه الضغط دي. لا الضغطه دي كمان يا كابتن، بص يا دكتور، بص يا كريم، يعني هنا الضغط ده رائع. ضغط عالي جدا، هو انت بتضغط تقريبا في ال 6 يارد يعني. فهي النقطه برضو عايز اخد راي كريم فيها، خلي بالك الضغط العالي ليه ايجابياته وسلبياته، وعشان نكسر هذا الضغط لازم يكون زي ما احمد قال في ثلاثي وسط الملعب بتاعنا، يكون ازاي نكسر الضغطه ديت، ولو كسرتها خلاص يبقى انت عندك مساحات كبيره جدا. والله بس لازم نوضح حاجه كابتن هاني، ان المباراه دي كانت مباراه في المباراه تتويج، بيلعبوا ويلينغتون كان هو الوصيف، هما بيلعبوا الدوري من 10 فرق الاول والثاني، بعد ما بيخلصوا بيلعبوا بعض مباراه على التتويج باللقب. ويلينغتون اصلا واوكلاند هما يعني اعتقد ويلينغتون خد من اوكلاند في الدوري تعادل، واوكلاند كسبوا في مباراه. فاللي عايز اقوله ان هم في المباراه دي هم بداوا المباراه عايزين يخلصوا عليها في الشوط الاول، وفرقتين عارفين بعض. ويلينغتون مغلوبين الشوط الاول 2-0، واوكلاند فضلوا بالضغط العالي ده طوال الشوط الاول. حكم المباراه بصراحه كان حارم ويلينغتون من ركله الجزاء، والمباراه كانت ليها سيناريوهات كتيره عشان نقدر بس نربطها بالجزء اللي احنا عايزينه منها. اوكلاند فريق ما يقدرش يلعب قدام النادي الاهلي بضغط عالي طول الوقت، مستحيل. هو طبيعي ان هم هينزلوا قدامنا بزون ديفنس، هم عندهم مانيكم وعندهم تادي المهاجم الارجنتين، دول اكيد هيبداوا. مانيكم اصلا من اصول زيمبابوي ولعيب دريبلر، لعيب سريع ما عندوش مهارة عالي، رقم 10. وعشان كده رغم ان هم اضطرب انهم لعب في المباراه دي كانوا كسبانين 2-0، ويلينغتون رجعوا بهدف، اضطرد من اوكلاند لاعب، فضل مانيكم وجولي بيلعبوا قدام ما بيرجعوش، هم عارفين ان ويلينغتون دفاعهم حتى مع التقدم دفاع ضعيف، فقدروا ان هم يجيبوا الهدف الثالث وبقى 3-1 والفريق بيلعب ناقص عدد. فده بسبب ظروف المسابقه مرة المحليه اللي هم عارفين فيها بعض. اوكلاند ريرا في وجهه نظري طبعا، عايزين برضه نقول نقطه مهمه، ان مدافع نورنتون مش هيلعب، عشان كده هم اصلا عملوا 6 تعاقدات في يناير، ومش متأيد اصلا في البطوله، يعني قائمه اوكلاند مش موجود. لا مش موجود. مين يتأيد مكانه؟ اغلى لاعب في الفريق نيكو بوكسل، مدافع كان في اوكلاند وخرج ورجع لهم تاني، وده اغلى لاعب في الفريق. وسنتر باك ولا سنتر باك؟ سنتر مساك. أوكي. هو اللي هيلعب جنب المساك التاني. اقول لحضرتك هيبقى ادم ميتشل ونيكو بوكسل. نيكو بوكسل هو اغلى لاعب في الفريق حاليا، قيمته التسويقيه 350 الف يورو، ده اغلى لاعب في الفريق، وبيجي بعديه نجم الفريق مانيكم زي ما قال ثابت. وبالتالي احنا بشوف ان الفريق هيلعب 4-3-3 دبل 8، يعني بيلعب 1-6-2-8، لكن الفريق في وجهه نظري ما يقدرش من بدايه المباراه يلعب ضغط عالي زي ما احنا شايفين ده. انا اشك ان هو ممكن يعمل ده، هيلعب زون ديفنس، هيسيب النادي الاهلي يحضر في نص ملعبنا زي ما احنا عايزين، وهوب اول ما نعدي بالكره بنص الملعب يبدا يحصل الضغط علينا. هل بقى النهارده انا بشوف ان ال 10 دقائق الاولانيه هو مش هيعمل كده، يضغط طول الملعب، هيضغط 10 دقائق او 5 دقائق 10 دقائق. قد يكون عمل كده، عمل كده في 2006، 5 دقائق 10 دقائق عمل كده، وبعدين الموطن ممكن بدايه بس بدايه 10 دقائق كده بس. هم نقطه مهمه جدا بقى يا كابتن، عايزين نتكلم من معسكر اسبانيا الاخير اللي كنت بقول لحضرتك قبل ما تروح لمكالمه السيد السفير. هم لعبوا ماتشين، لعبوا مع فريق اسمه تيديس، ده بيلعب في الدرجه السادسه الاسبانيه في كاتالونيا، ولعبوا مع برشلونه بي. المركز الاعلامي الاوكلاند سجل المباراه الاولى وعمل لها ملخص، الثانيه لا ونشره والله بجد. المباراه الثانيه ما نزلش صوره من الماتش، وفي مركز اعلامي هناك مسافر مع الفريق في معسكره. ماتش برشلونه بي اوكلاند، برشلونه بي اتعادلوا 1-1، والنتيجه نتيجه كويسه جدا ان هم يتعادلوا مع برشلونه بي. الماتش ما طلعش منه فريم واحد، ليه بقى؟ ده يدينا الايحاء اللعب بشكل ان الماتش الاولاني كان كله كاموفلاج. احنا جايبينه معانا، الفيديو معانا. والله الفيديو معانا، نزلوا فيديو مدته دقيقه و29 ثانيه ملخص مباراتهم. طب ما تجيبوه لنا، يا ريت ناخد منه حلقه، خدوا لنا يا شباب ونشوف الفريق بيلعب ازاي. طبعا اهو هنا دي واحده من الهجمات اللي لعبوها، عجبتني فيها تنقل الهجمه، وبص هنا الباك الشمال بتاعهم بيفتح على طول، فتح على طول واتلعبت له الكره على طول بشكل تلقائي، يعني هو مش بص، لا هو عارف هيروح فين، هو عارف ان هو رايح، راح هوب
رامي الكوره وبعد كده كله جري على منطقه الجزاء ويدخل عشان يعملوا زي العاديه. فهنا احنا بنتكلم على فريق بيلعب على الاطراف بشكل كويس، وواضح ان هو هيلعب برده الجيم بتاع الكرات العاليه. هنا طبعا دي ضربه الجزاء اللي خدها الفريق الاسباني وبيلعب في الدرجه الثابته، ودي في الدقيقه 89. بس انا احساسي المباراه دي كان فيها تغيير وكان في تعمد ان هم عارفين ان الاعلام الاهلاوي هيخش ياخد المباراه دي، فانا في وجهه نظري كل اللي بيلعبوا دول بيلعبوا في غير مركزهم. لكن الفريق فعلا عنده قدره على الضغط العالي، بيضغط ضغط عالي بشكل كويس. كمان واضح جدا 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 ان سنهم في الخط الامامي وفي خط النص اعمارهم السنيه قليله، فبالتالي عندهم لياقه بدنيه كويسه. لكن ما نقدرش نقارن من حته الـ يعني ايه نسق اللعب، لان نسق اللعب في اوكيانوسيا شيء، ونسق اللعب مع فرق من افريقيا او فرق من اسيا او فرق من اوروبا ده نسق تاني خالص. لكن المهم لينا احنا هنا ان الفريق فعلا هيبقى في وجهه نظري واقف كويس بدنيا، هم كويسين، واحنا طبعا عارفين الدول دي يعني على مستوى الرياضيين بدنيا لحد ما احسن مننا في بعض الحالات، ان هم بصراحه لا بدنيا طبعا بيجروا بشكل كويس. لكن مهاريا الفريق هو فعلا لا يمتلك مهارات فرديه كتير، ربما مالكم هو ابرز لاعب زي ما قلت هو من اصول زيمبابويه، وهو لاعب دريبلر وممتاز جدا جدا، وكمان تحركاته واضح ان هو عنده وعي كويس.